حبيبتي بنت فايرها طل القمر وبين شفايفها ندى الورد بات ضحكتها بتهز الشجر والحجر وحنانها بيصحي الحياة في النبات حبيبتي بتعلمنا حب الحياة من حبي فيها حياتي شمس وربيع والحب في الدنيا دي طوق النجاة المحب الوديع يا حلوة يا بلدنا يا نيل سلسبيل بحبك انتي رفعنا راسنا لفوق لو الزمن ليل ما يرهبنا ليل شوقنا فاروقنا يصحي شمس الشروق للحلوة قلب كبير يضم الولاد وزاد وزوادة وضل وسبيل للحلوة قلب كبير يضم الولاد وزاد عشانها ميلاد وكلنا عشاق وكلنا عشاق ترابها النبي الله 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 مستني كل ساعات حبيبتي عمر الشريعي يا عمر الشريعي مايسترو محمد عثمان يشاور هنا بس نفسي اغنيها معاكي من زمان شفتي بقى؟ اخيرا ده على فكره ايه ده انا مبسوطه طلعت حلوه انا كمان جدا طيب عايز تغني حاجه يا استاذ سامر ولا؟ لا استاذ ايه بعد اللي انتوا غنيتوه يا ابني كلنا هنا بنحب الغنى كلنا لا فهي حب كده حب كده في الغنى انا عايز اسالك على حاجه سامر قبل ما تغني هي ايه قصة ما تفوتنيش انا وحدي معاك؟ يعني ايه؟ وهتغنيها كمان في الالبوم؟ ايه بقى؟ اشمعنى الغنوة دي مالها؟ انت عرفت منين؟ يعني مذيعة بقى وفي فريق اعداد بيجيب طب. حاجات اسرار قولي بص هي الاغنية دي وشها حلو عليا جدا تمام يعني غنيتها في مشروع تخرجي فجبت تقدير امتياز مثلا يعني تمام حاجة كده فوق يعني في المشروع بس طبعا مش في حاجة تانية بس فمن ساعتها انا مقرر ان الاغنية دي تكون معايا كده زي الصديق الطريق تميمة كده تميمة حظ معايا بالظبط طب وانت هتعملها في الالبوم ازاي يعني هتعيد توزيع ولا ايه؟ هعملها بشكل مزيكا جديد هعملها باسانوفا مثلا يعني شكل كده المزيكا في نفس الوقت هحافظ على شكلها او طعمها الشرقي تمام بس الورثه بتوع سيدنا كده كلفوك كتير قوي يعني صحيح انت بتهيألي الحاجات دي لازم ترجع ل لجماعه المؤلفين والملحنين في قصه كده كبيره يعني وعملت القصه دي ولا لسه ربنا معاك لا لسه انا مستني القصه دي هو بيناشدهم من هنا من بيناشدهم من خلال البيت طيب بس يا مرحبا سمعنا ايه بما اننا جبنا سيرتها بقى فنغني حاجه ثانيه يلا يلا بينا الشلوت حلو قوي انا عازف فظيع <تص->
يعني اطلب شحنه من النكد. انا عايز اسمعك بتغني بالورقه والقلم ممكن؟ طبعا جدا. معلش هي مش نكد, هي هي هي, هي شجن, بس هي حزينه جدا حقيقه الاغنيه وصعبه ولما سمعتك انا اسره بتغنيها تعيط, بس هي الاغنيه بصراحه يعني لازم الناس تسمعها برده بصوتك. انا كنت مبسوطه قوي وانا بسمعها منك بجد. بالورقة والقلم خدتيني ميت قلم, أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. بالورقة والقلم خدتيني ميت قلم, أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. ليه اللي جايك أجنبي عرف عليك طبطبي وتركبي الوش الخشب وعلى اللي منك تلبي, عرف سواد العسل أهدى لحالك ليه وصل إزاي قولي وكل ده فيكي حصل. يا بلد ما عندها نفسها يا كل حاجة وعكسها, ازاي وانا صبري انتهى لسه بشوف فيك امل. الله الله نور. نور عبد الله بصراحة